عندنا عدد من التقارير هنتابعها مع حضراتكم. خلينا نشوف التقرير التالي، فيه متابعات كثيرة جدا لزميلنا العزيز فاروق صلاح من بريتوريا. هنتابع مع حضراتكم مجموعة من اللقاءات، خلونا نشوف مع بعض. فاروق اتفضل. كل التحية ليك زميلي الأستاذ محمد الجندي ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من جنوب أفريقيا بالتحديد العاصمة بريتوريا، مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت القادم بمشيئة الله في إياب دور الثمانية، في مباراة الإياب لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم. كل التوفيق طبعا لفريق النادي الاهلي في هذه اللقاء، وان شاء الله فلاعيبه النادي الاهلي قادرين على حجز تذكره المرور الى الدور نصف النهائي. حاله من التركيز، حاله من الهدوء وارتفاع الروح المعنويه بتفرض نفسها على معسكر فريق النادي الاهلي. النهارده زميل الاستاذ محمد كان لاعبي النادي الاهلي ادوا مران قوي جدا في تمام الساعه 3 عصرا، حضور جانب من مسؤولي السفاره المصريه لمسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي، ايضا تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والاستاذ طارق قنديل في المران الفريق، وكلام الكابتن الخطيب للاعبي النادي الاهلي بضروره يعني التركيز في هذا اللقاء ومواصله الاداء الجيد والاداء الرجولي اللي شفناه في مباراه الذهاب امام فريق صن داونز، وتحقيق الحلم الكبير اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله، من ثم الفوز ان شاء الله على فريق صن داونز والصعود الى الدور نصف النهائي، ومن ثم ايضا احراز لقب البطوله. ايضا حاله من الدعم والمؤازره والمسانده بنشوفها من جميع افراد منظومه وزاره الخارجيه وممثله في معالي السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية ومسؤول السفارة المصرية، الجميع بيساند الجميع بيؤازر. ايضا في على الجانب الاخر حالة من الدعم من جانب وسائل الاعلام في جنوب افريقيا لمساندة ومؤازرة فريق صن داونز ورفع الروح المعنوية عند اللاعبين. مستر موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز كان يعني يتكلم وتحدث عن هذا الامر وضرورة دعم الجمهور اللي اعتقد هيملأ جنبات استاد لوكاس موريبي، يعني 25,000 متفرج اعتقد هيملوا جنبات استاد لوكاس موريبي. كل الجماهير بدات تتوافد على شراء تذاكر المباراه المقرر اقامتها يوم السبت القادم في تمام الساعه 3 عصرا بمشيئه الله. لكن زي ما بنقول حاله الهدوء حاله التركيز. عايز اطمن برضو من خلال حضرتك كل جماهير النادي الاهلي على الحاله الطبيه لكل لعيبه النادي الاهلي. فريق النهارده علي معلول نزل المران اكتفى بالجري حول الملعب لمده 45 دقيقه. بطمن ايضا الجماهير على جونيور اجاييه واحمد فتحي. زي ما قلت لحضرتك في حاله من التواصل من مسؤولي السفاره المصريه والجاليه المصريه، وانا بيسعدني يكون معايا في هذه الاثناء الدكتور محمد طلعت رئيس الجاليه المصريه بجنوب افريقيا. دكتور محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. دعم متواصل مؤازره ومسانده شايفينها من كل افراد الجاليه المصريه والسفاره المصريه لفريق النادي الاهلي واستضافته هنا في بريتوريا بجنوب افريقيا. ما فيش كلام طبعا، كل المصريين هنا طواقين لرؤيه النادي الاهلي ورؤيه مكسبه ان شاء الله على ارض صن داونز. مش هنقول بناخد بطاره، لكن تحقيق الفوز اللي ان شاء الله العادي بتاعنا وتواجد النادي الاهلي في النهائيات ان شاء الله تعالى. دكتور محمد يعني قول التنسيق تم ازاي واستعدادكم كان لاستقبال فريق النادي الاهلي، وبونا احنا دايما شايفين افراد السفاره وايضا افراد الجاليه المصريه كلهم هنا مع الفريق لتذليل كل الامور تيسير كل الامور على فريق النادي الاهلي. بص، هو كل واحد بيبقى في بلد غريبه طبعا بيحب ان هو يرجع لوطنه، والنادي الاهلي نادي وطني، وهو فالناس بتحب ان هي قاعده في حضن الوطن وفي حضن مصر، وكل المحبه والسبورت اللي احنا هنقدر نعمله هنديه ان شاء الله. يعني انا بقول لك لو هم زي ما كان الكابتن سمير عدي بيقول ان هم هيدونا مدرج، انا جرانتين ان المدرج ده هيتملي وهيتملي من الساعه 10 الصبح. يعني لان انا في ناس امبارح من موزمبيق بيكلموني، من سوازيلاند، من سواني، من ناميبيا، كله جاي عشان يحضر ماتش النادي الاهلي ان شاء الله. حضرتك الامر ليس مقتصر على المصريين او الجاليه المصريه الموجوده هنا في جنوب افريقيا، لكن الامر ممتد للدول المجاوره اللي في محيط او القريبه جدا من جنوب افريقيا. ما فيش كلام، بقول لك امبارح من مابوتو في ناس اصحابنا جايين من مابوتو الساعه 7:30 صباحا حاجزين الطياره بالكامل اكتر من 40 واحد، واخد بالك، جايين يوصلوا الساعه 10:30 وهيجوا من 10:30 هيجوا على هنا على الاوتيل، وبعدين هياخدوا العربيات ويطلعوا وراكوا على الاستاد ان شاء الله. لا بامر الله تعالى هتلاقوا، وبعدين هتجد جاليه مصريه موجوده. يعني انت لو تاخد بالك قبل كده النادي الاهلي لما حضر ونادي الزمالك في جمهور بيحضر، في جمهور مصري كبير، احنا عندنا هنا فوق ال 40,000 مصري في جنوب افريقيا. ده رقم كبير جدا. عايز اسال حضرتك يعني امر احنا لاحظناه وشفناه
شعبية النادي الأهلي هنا في جنوب أفريقيا، وشايفين يعني الجميع هنا عارف النادي الأهلي والجميع بيعرف قيمة ومكانة النادي الأهلي، كلمني عن شعبية النادي الأهلي هنا في جنوب أفريقيا. لا هو شعبية النادي الأهلي في أفريقيا بحالها، مش في جنوب أفريقيا، يعني طبعا هنا معروفين من أيام حسام حسن، أبو تريكة، كابتن محمود طبعا الخطيب، يعني هو كان برضو آخر مرة شرفنا هنا في جنوب أفريقيا في 2010 لما كان الفيفا بيكرمه، كان هو حاضر للتكريم في الفيفا. احنا نذكر هذا اللقاء برضو، كان مشرفنا في 2010 بأمر الله. فلا الأهلي موجود، الناس تعرفه، الشعب الجنوب أفريقي بيحب الكورة، بيحب الكورة قوي، فهم كلهم يعرفوا النادي الأهلي من تواجده في المحافل الأفريقية الدائمة، عارفين أنه هو نادي القرن، وربنا وفقهم بأمر الله تعالى ورفعوا رأسنا دايما كده. يعني عايز برضو أعرف من حضرتك استعدادكم لاستقبال أفراد الجالية المصرية اللي هتكون موجودة في الاستاد، في استاد لوكاس موريبي، وطبعا النادي الأهلي كان في لقاء الذهاب كان يعني سمح لجمهور أو المواطنين الموجودين من جنوب أفريقيا للدخول بباسبور جنوب أفريقيا، هل هذا الأمر هيتم وإحنا سيستبعين إن نفس الكلام هتبقى المعاملة بالمثل؟ لو هو حصل كده يبقى كويس قوي، لأن هو العادي دايما ده اللي مطلوب من النادي الاهلي اللي انا اعرفه ان هو طالب كده، لكن هم ينفذوا ايه احنا لسه نعرف، لان هم دايما بيلعبوا على لعبه الجمهور، هم بالنسبه لهم نقطه الجمهور. يعني في مباراه المره اللي فاتت هم جمعه بعد المباراه ب10 دقائق فتحوا الاستاد كله للجمهور ببلاش، وانت عارف طبعا ان الاستاد معمول في لوكيشن بتاع جماعه كلهم سان داونز، فهو معقل، هو في البيت، يعني هو معمول في البيت، فان شاء الله ربنا يوفقنا بامر الله تعالى ويرفعوا راسنا بامر الله تعالى، مفيش كلام. يعني خلال حديثك مع بعض الجماهير سان داونز او وسائل الاعلام في جنوب افريقيا، شايف حديثهم عن المباراه ازاي ومباراه الذهاب؟ يعني مستر موسيماني كان قال ان ده امر متوقع ان احنا نتغلب من النادي الاهلي في ملعبه وسط جمهور. لا بص، هو طبعا كابتن موسيماني بيحب الكره المصريه ويعرفها، يعرف كابتن حسن شحاته، يعرف كل المدربين المصريين بقوة، وأنا على علاقة بيه شخصية، فهو موسيماني يعني الكرة المصرية بالنسبة له هي الطب. هو كسبنا قبل كده أما كان هو مدرب منتخب جنوب أفريقيا، كنا بنلعب معهم هنا في حبي وكسبونا 1-0 برضو، فهو من ساعتها يعني إيه حاسس أنه كعبه عالي على المصريين، بس المرة دي هو خزل يعني يعني هو ما كانش متوقع ابدا النتيجه 2-0، بالنسبه له كانت النتيجه تقيله. هم كانوا برضو اما كانوا رايحين الاهلي يعني ياخد الزمالك الاثنين بتوعنا، لكن الحمد لله كانت النتيجه تقيله قوي عليهم، وكل الجرايد هنا بتكتب ان النتيجه دي في صالح الاهلي. هنا موسيماني هجم بقوه مش مع النادي الاهلي، يعني هو مش هيلعب يعني فريق اي كلام، فهو هيلعب بتحفظ، فالتحفظ الوقت بيجري عليه، ومع ضغط جماهير، فان شاء الله بامر الله تعالى لاعبتنا بس كده هيمسكوا اعصابهم وبتاع، وان شاء الله نهنيكم بعد المباراه. باذن الله. بشكر حضرتك يا دكتور وشرفتنا على قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، وتحياتي لكل جماهير مصر من جنوب افريقيا، وان شاء الله منصورين. تحياتي. زميلي محمد، ده كان لقائنا مع رئيس الجالية المصرية دكتور محمد طلعت، رئيس الجالية المصرية بجنوب افريقيا. هينضم لي في هذه الاثناء ايضا الناقد الرياضي الاستاذ محمود شوي. استاذ محمود برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي، وخلينا ارحب بيك، يعني مش هقول هرحب بيك في بيتك، هي بيت قناة النادي الاهلي. عايزين نطمن كل الجماهير من خلال الاستاذ محمد الجندي، ونطمن كل جماهير النادي الاهلي عن اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لملاقات فريق سان داونز في مباراة الاياب لدور الثمانية لدوري ابطال افريقيا. اهلا بيك صديقي العزيز فاروق، وتحياتي للاستاذ محمد الجندي المذيع المحترم واسره قناه الاهلي وكل جماهيرنا الحبيبه. الانطباع رائع، الحمد لله تدريبات تسير بشكل جيد. النهارده كان المران الاساسي او الاول القوي، امبارح كان مران خفيف في الحديقه المواجهه للفندق، واكيد انت شرحت كتير جدا من التفاصيل في هذا الخصوص، ولكن اللي انا اقدر اقوله كصحفي متابع للبعثه او مرافق للبعثه انه هناك حالة من التفاؤل، ولكن تفاؤل يشوب الكثير من الحذر، كثير من الثقة والاحترام للمنافس وتحمل المسؤولية، ودي يعني نقاط لاعب الكرة إذا ما كانش هيتحمل المسؤولية فمثل هذه الظروف بتبقى ورطة كبيرة، لكن كل المتابعين للبعثة شايفين إن في تحمل المسؤولية كبير جدا، في تركيز واضح. أكثر ما يعجبني في مقر إقامة بعثة النادي الأهلي
هو الهدوء التام داخل فندق الاقامه. طبعا نظرا لحساسيه الموقف، خطوره المباراه واهميتها، تحمل المسؤوليه زي ما قلت، والى جانب وجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه. فاعتقادي ان وجود الكابتن الخطيب رئيس للبعثه اعطى المباراه اهميه اكبر. صحيح الكل عارف ان المباراه مهمه في كل الاحوال، ولكن لما رئيس النادي وخاصه لما يكون بحجم الكابتن محمود الخطيب بيعطي الامر اهميه، وبيعطي كمان لعيبه احاسيس مختلفه. تابعت فاروق ونفسهم يفرحوه، طبعا عايزين يفرحوا جمال النادي الاهلي، وبيتكلموا عن تواجد الراجل وتحمله على نفسه بهذا الشكل من اجل المسؤوليه ومن اجل اسعاد الجمهور. فاعتقد وحتى كلامه النهارده كان مع اللعيبه ركز على النقطه دي تحديدا، اللي هو محاوله تشريف النادي الاهلي كالعاده واسعاد الجمهور المتعطش للصعود لدور النصف النهائي اولا، لاستكمال المسيره نحو الاميره السمراء في النهايه، الحلم اللي بيراود الكثير من الجمهور المصري، جمهور الاهلي على وجه الخصوص. استاذ محمود، عايز اسالك يعني بناحيه فنيه وناحيه صحفيه، شفت ازاي قرار النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بالحضور مبكرا الى جنوب افريقيا؟ يعني بتتكلم قبل 6 ايام من انطلاق المباراه، يعني لتجنب اخطاء السنوات الماضيه. شوف انا يعني استشف رايي من انطباع فريق سان داونز نفسه. بالظبط، انت شفت بنفسك انه هم كمان هم اكيد كان عندهم معلومه ان الاهلي معاهم على نفس الطائره المتجهه من القاهره الى جوهانسبرج ومنها الى بروتيريا. لكن اثناء تواجد البعث في مطار القاهره انا حسيت ان سان داونز فعلا او بعض اللعيبه ما كانتش تعرف ان الاهلي على نفس الطائره، انطباعهم كان اتفاجئوا الى حد كبير. تاكدوا ان الاهلي لا مش داخل يهزر، بقى في تركيز شديد جدا، وانا الواقع بيقول فعلا الاهلي استفاد كثيرا من الحضور المبكر الى بروتوريا. كمان عاوز اقول لك ان الحضور المبكر بيديك فرصه للتدريب على ملاعب جيده، مفيش استعجال في التدريب، فرصه لاستشفاء المصابين بشكل كويس، هم معاك مش موجودين في القاهره. هو لاعب واحد تقريبا علي معلول ان هو شارك في جري حول الملعب النهارده، واعتقد ان شاء الله باذن الله سيكون جاهزا للقاء. عندي تعليق مهم على الملعب الرائع اللي كان النهارده فاروق، المران القوي للفريق كان على ملعب رائع في احد ملاعب مجمع الملاعب بجامعه بروتوريا، وهي بالمناسبه واحده من اقدم جامعات افريقيا على الاطلاق، تاسست 1930، تاسست قبل كده بكليه واحده سنه 1908، ونفس التاسيس على فكره جامعه القاهره. هي جامعه عريقه بالغايه، بها مجمع ملاعب رائع، الاهلي اختار ملعب مميز للغايه للتدريب عليه، نال اعجاب كل الجهاز الفني وكل اللاعبين، كان في حاله من التالق عدد كبير جدا من اللعيبه النهارده، تقسيمه قويه، حماس مطلوب، ولكن في خوف برضو على من اللاعب على زميله، ده كان شيء احنا حتى لاحظناه جميعا. اعتقد كل الاجواء جيده بصراحه. السفير المصري والسفاره، يعني اتكلم على نقطه السفاره بالتحديد، دور السفاره المصريه، وده عهدنا دايما بكل يعني من يمثل وزاره الخارجيه وجمهوريه مصر العربيه، دور السفاره المصريه ومعالي السفير شريف عيسى وحضوره مع الكابتن الخطيب والجلسات اللي ما بينه وبين الكابتن محمود الخطيب. هي ليست مجامله على الاطلاق، لكن السفاره المصريه في جوهانسبرج او في بروتوريا تحديدا بتؤدي دورها على اكمل وجه، في مسانده دائمه لفريق النادي الاهلي وتواجد دائم، حرص على انهاء كافه الاجراءات، توفير كافه سبل الراحه، اعتقد ما اثروش على الاطلاق مع بعثه النادي الاهلي. زي ما انت قلت السيد السفير وجلسات متواصله مع الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه، اعتقد ان كل الامور مهيئه باذن الله لتقديم مباراه جيده تليق بالنادي الاهلي وتاريخه العظيم، واعتقد انه كل اللعيبه عندها الاحساس باهميه الموقف اللي احنا فيه، وانا اعتقد ان شاء الله سنجد مستوى رائع قد يتفوق على مباراه الذهاب في ظل وصول اللعيبه لفورمه فنيه جيده. اخيرا استاذ محمود، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، شفت ازاي شعبيه النادي الاهلي هنا وحاله الود اللي بنشوفها من شعب جنوب افريقيا واحترامهم لقدس الاسم وقيمه ومكانه النادي الاهلي شيء بيدعو للفخر. طبعا الاهلي متواجد في كل مكان، يعني بصراحه هنا دايما تقابل الناس تسالك عن الاهلي ونجومه، حتى عارفين علي معلول بشكل كبير جدا، مش بشكل ملحوظ يعني، مش عشان على فكره هو سجل هدفين، لا، في بعض المشجعين قالوا ان هم متابعين علي معلول بشكل كبير في الفتره اللي فاتت، وليد سليمان برضو
له شعبيه كبيره ومعروف، احد النجوم الكبار محمد الشناوي الحارس المخضرم اعتبره حارس الاهلي ومنتخب مصر. لعيب صن داونز ايضا بتسال على اللاعب رقم 15 في النادي الاهلي اليو ديانج. اليو ديانج عامل حاله طيبه جدا النهارده، كمان انت تابعت عمل مران قوي جدا بشكل رائع وملحوظ للجميع، وسجل هدف جميل ويمثل اضافه كبيره جدا، وبرده الناس فعلا معجبه بيه جدا اليو ديانج على وجه الخصوص. خلينا فاروق اكلمك عن زي ما انت بتقول الجمهور، زي ما في جمهور متعصب في كل مكان في برضو جمهور متعصب لصن داونز، ولكن تحس دايما فيهم بالالفه لحد كبير باسم النادي الاهلي واحترام للزائر. تعتقد ان الملعب سيمتلئ على اخره في مباراه السبت؟ في حضور برضو بعض المشجعين المصريين زي ما سياده السفير اكد لنا ان هو برضو وفر بعض التذاكر، وربما يحاول دخول او يحاول السماح بدخول عدد من المشجعين المصريين بجواز السفر، ربما يصل لعدد من 400 او 500 مشجع مصري. اعتقد ممكن يتزايد العدد في الايام القادمه. كل الامور زي ما قلت لك مهيئه لتقديم مستوى يليق بالجميع ويليق بالنادي الاهلي، ونتمنى التوفيق باذن الله. اشكرك يا استاذ محمود، كل التوفيق ان شاء الله، ونحتفل مع بعض ونبارك لبعض ان شاء الله عقب نهايه المباراه وصعود النادي الاهلي لمباراه نصف النهائي باذن الله. فاروق، وانا بنتهز الفرصه، انا عرفت ان في استاذ محمد علي خير الكاتب الصحفي الكبير ضيف الاهلي وحاور النهارده، وبنتهز الفرصه ونرحب به استاذنا العزيز محمد علي خير كاتب الصحفي المعروف، واكيد سيتحدث كان الاهلي واهميه المباراه القادمه السبت الموجود باذن الله. اشكرك يا استاذ محمود. شكرا جزيلا. زميلي استاذ محمد ده كان لقانا مع الناقد الرياضي الاستاذ محمود شوقي، هينضم لي ايضا في هذه الاثناء الاستاذ محمد السروجي واحد افراد الجاليه المصريه ودوره الكبير الموجود معانا هنا كابتن طيار. بالمناسبه لمحمد السروجي، كابتن محمد، هقول كابتن محمد برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي، بيتنا كلنا بيت النادي الاهلي، وطمني اخر الانطباعات اخر الاستعدادات لمباراه الاهلي وصن داونز. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيك يا فاروق وبرحب بكل مشاهدين قناه النادي الاهلي. اكيد طبعا استعدادات كل يوم، اجراءات جديده كل يوم، كلنا بنعمل اقصى ما عندنا علشان نوصل ليوم المباراه بكل شيء ايجابي ممكن نكون عملناه. طبعا الاجواء هنا كبيره جدا، الناس كلها متاهبه للمباراه بشكل كبير، وطبعا كل الناس شافت ده. انت بتتكلم لسه مباراة باقي لها حوالي 3 ايام، فلسه هيجي اجواء اكتر من كده، ولسه داخلين على اجواء اكبر من كده، ولكن تخوفات كتير جدا وسط جمهور نادي صن داونز. اسم الاهلي كبير، اسم الاهلي كبير، وده اللي احنا عايزينه يعود على اللاعبين. عايزين اللاعبين تركز اكتر، عايزين اللاعبين تدخل في اجواء المباراة اكتر، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. كمان استشهدنا مواقع إخبارية، مواقع رياضية وصحف رياضية، أقوى الصحف بتتكلم عن المباراة من يومين فاتوا، والنهاردة طبعا في جري. عايزين نتوقف عند هذا الأمر بقى ونشوف ماذا قالت الصحافة في جنوب أفريقيا وبريتوريا عن المباراة وعن مباراة الذهاب. يعني كلمنا اخر الاخبار اخر الكواليس. انا عارف ان وسائل الاعلام في جنوب افريقيا بتعمل حالة من الدعم لفريق صن داونز وعدم فقد الامل. اكيد طبعا اكيد، يعني انا عايز اقول لك ان كل الشارع الرياضي في جنوب افريقيا بشكل عام يعني متاهب المباراه، يعني الناس كلها، وما كانش في مفاجاه كبيره بنتيجه الذهاب. يعني اعتقد كل الناس كانت عارفه ان الافضليه عند النادي الاهلي، خصوصا مع حضور جماهيرنا الجمهور بتاعنا هناك والاجواء اللي شفناها في المباراه، كان من بعض الشيء كان شيء طبيعي ان انت تكسب هناك في القاهره. مستر موسيماني قال ده نتيجه متوقعه ان انا اتغلب من النادي الاهلي 2-0 في ظل حضور الجمهور وقوه النادي الاهلي. اكيد طبعا اكيد طبعا، هو اولا مستر موسيماني يعني انا قابلته بشكل شخصي قبل كده واتكلمنا، هو عارف قيمه النادي الاهلي كويس، عارف قيمه النادي الاهلي في بشكل عربي على الصعيد العربي وعلى الصعيد الافريقي، وعارف قد ايه حجم النادي الاهلي، ودي كانت بالنسبه له نتيجه متوقعه زي ما قال حتى في تصريحاته في المؤتمر بعد المباراه. لو حابب نستشهد هنروح للجريده، نرفع نشوف الجريده، عايز اعرف بس دي اسم الجريده وايه المكتوب عن النادي الاهلي. دي جريده ذا ستار، دي واحده من اقوى الصحف هنا في جنوب افريقيا. طبعا المباراه بتتصدر عناوين كل الصحف، ولكن احنا هنستشهد باقواهم
هي جريدة ذا ستار. طبعا العنوان بتاعها بيقول never write off Betsu's down، يعني ما تقللش من شأن المدير الفني بتاعهم مستر بيتسو موسيماني. كمان بيستشهدوا بأن المباراة اللي هتتلعب على أرضهم باستاد لوكاس موريبي، بيسموه أن هو يعني أرض رد الاعتبار زي ما هو مكتوب، وبيستشهدوا كمان بنتائج كتير على أرضهم مع بعض الأندية العربية زي نادي الزمالك وزي نادي الوداد المغربي، والنتائج اللي كسبوها يعني مثلا مذكرين نتيجة كبيرة زي نتيجتهم مع نادي الزمالك وهي 3-0، أيضا مع نادي الوداد لما كسبوا بهدفين مقابل هدف. كمان الصورة اللي بتتصدر الجريدة هي صورة حديث علي معلول مع بيتسو موسيماني. طبعا ناس هنا يعني متأهبة المباراة بشكل كبير، اسم النادي الأهلي كل مباراة بنشوفها له، كل مباراة لما الأهلي يجي يلعب عنده مباراة هنا في جنوب أفريقيا بنعرف حجم النادي الأهلي، وده اللي احنا بنتمناه في نتيجة المباراة اللي جاية دي إن شاء الله، إن اللاعبين يلعبوا على قدر وقيمة النادي الأهلي اللي شفناها هنا في وسط الناس. طبعا كمان خليني اقول لك بسرعه، احنا استشهدنا بعض المواقع الرياضيه ايضا، الناس كلها بتتكلم على الماتش اللي جاي للاعبين، بتوجه رسائل قويه جدا للاعبين وهي رد النتيجه على ارضهم واي نتيجه بحيث ان هم يصعدوا من المباراه القادمه ان شاء الله. استاذ محمد بشكر حضرتك، شرفتنا على قناه النادي الاهلي، ان شاء الله نبارك لبعض ان شاء الله بمشيئه اليوم السبت بعد الصعود ان شاء الله للدور نصف النهائي. اتمنى وان شاء الله كل التوفيق للاعبين والجهاز ونخرج منصورين باذن الله. بشكرك جدا. ارجع لك مره ثانيه زميلي محمد الجندي، ده كان لقائنا مع الاستاذ محمد السروجي كابتن طيار واحد افراد الجاليه المصريه الموجود ومؤازر ومساند لفريق النادي الاهلي. دي كانت كل التفاصيل وكل اخبار وكل كواليس فريق النادي الاهلي هنا بجنوب افريقيا بالتحديد العاصمه بريتوريا مقر اقامه فريق النادي الاهلي. الجميع يعي اهميه هذه المرحله، يعي اهميه هذا اللقاء، ولكن يتبقى توفيق المولى عز وجل ان شاء الله ل يعني كتابة الفوز إن شاء الله والانتصار لفريق النادي الأهلي والصعود إلى الدور نصف النهائي. أرجع لك مرة تانية زميلي محمد الجندي، ومعاك كل دعوات جماهير النادي الأهلي ودعواتكم إن شاء الله، إن شاء الله النادي الأهلي يرجع منصور من هنا من بريتوريا بمشيئة الله. بشكرك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي.